السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. إذا فيديو اليوم سنجيب من خلاله عن تقويم ودعم الوحدة الأولى مرجع مرشدي في اللغة العربية للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي المرأة المغربية المهاجرة. إذا سنقرأ النص ثم سنجيب عن الأسئلة الخاصة بالنص. أصبحت النساء المهاجرات اليوم أزيد من نصف المهاجرين المغاربة بالخارج. نساء التحقن بأسرهن ونساء هن باحثات عن العمل من أجل تحسين ظروفهن الاجتماعية، ونساء من بنات الأجيال الأولى للهجرة المغربية، نساء كلهن مساهمات في دور المرأة المغربية في بلد المهجر وفي وطنها جنبا إلى جنب مع الرجل دون كلل أو أدنى تمييز. إذا هذه الفقرة اذا غيطلبوا منا نضبطوها بالشكل التام. اذا فوالا، اذا هذا هو الشكل. الفقره الثانيه: لقد باتت المراه المغربيه في الخارج مشهوره في السياسه والقانون والاقتصاد والثقافه والرياضه، وبلغت مكانه في العلم. وهكذا صارت المراه المغربيه في المهجر رئيسه للبرلمان في هولندا، وباتت وزيره في فرنسا، وامست ممثله للشعب في برلمانات ايطاليا وبلجيكا وكندا، وفي اليوم تدير مراكز وهي اليوم تدير مراكز علمية مهمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتشتغل في محطات تلفزيونية في الخليج، كما تعمل في الدول الإفريقية في سبيل السلم والسلام. إذا هذا هو النص. نمر الآن إلى الأسئلة. نبدأ بأسئلة الفهم. أضع سطرا تحت الكلمة المناسبة. إذا معنى كلل يعني تعب. الكلل هو التعب. ضد أدنى أعلى. عائلة الكلمة تدير إدارة. سؤال ثاني: هاجرت المرأة المغربية لأسباب أعزل مما يأتي سببا لم يذكر في النص. إذا السبب الذي لم يذكر في النص هو الدراسة، لأنه ذكر الالتحاق بالأسرة، البحث عن عمل، الازدياد في المهجر، لكن لم يذكر الدراسة. السؤال الثالث: أصل بين كل منصب والبلد المناسب له حسب ما ورد في النص. إذا البرلمان هولندا، اشتغلت المغربيات في الوزارة بفرنسا، البحث العلمي في الولايات المتحدة الأمريكية، التلفزيون بالخليج، ثم السلام العالمي في إفريقيا. نمر الآن إلى التحليل والتركيب. نبدأ بالسؤال الأول. أعين في النص جملا تدل على ما يأتي. إذا أولا عدد النساء المهاجرات. إذا الجملة تدل على عدد نساء المهاجرات. أصبحت النساء المهاجرات اليوم أزيد من نصف المهاجرين المغاربة بالخارج. ثم المساواة بين الرجال والنساء. نساء كلهن مساهمات في دور المرأة المغربية في بلد المهجر وفي وطنها جنبا إلى جنب مع الرجل دون كلال أو أدنى تمييز. المكانة العلمية للمرأة. إذن وبلغت مكانة في العلم. ثم وهي اليوم تدير مراكز علمية مهمة. إذا هذا هو يعني السؤال الموالي أو الجواب عن السؤال الأول. إذا السؤال الموالي أستعمل في جمل الكلمات الآتية: أزيادة، من أجل، دون، في سبيل. إذا يبلغ عدد الملقحين أزيد من 20 مليونا. أجتهد في عملي من أجل تحقيق أحلامي. لا تستطيع النجاح دون بذل مجهود. أسلك كل الطرق في سبيل العلم. السؤال الثالث: أكمل الفقرة في سطر أو سطرين مستعينا أو مستعينة بالنص. المرأة المهاجرة مساوية للرجل المهاجر لأنها. إذا سنكمل الفقرة: لأنها تشاركه في خدمة وطنها وتحقيق أحلامها. لقد صارت تنافس الرجل في تقلد مناصب عليا في جميع الميادين، وتمكنت من فرض وجودها وكفاءتها إسوة بالرجل المهاجر. إذا الآن غادي نمر للصرف والتحويل. إذا السؤال الأول في الصرف والتحويل: أميز الأفعال المجردة والأفعال المزيدة مع تبيان أحرف الزيادة. إذا بالنسبة للسؤال سنحدد الأفعال المزيدة ثم الأفعال المجردة، وبالنسبة للأفعال المزيدة فيجب أن نحدد كذلك يعني الأفعال التي أو الحروف الزيادة. إذا بالنسبة لكل فعل يجب أن نحدد حروف الزيادة. إذا كتب، هذا فعل مجرد،
أدرك فعل مزيد، إذن الهمزة علاش؟ لأن الفعل المجرد درك، استغل، إذن الأحرف الزيادة الألف والسين والتاء، لأن الفعل غلى، اقتصد، إذن قاصد الألف والتاء، يدوم، إذن الياء ديال المضارع، إذن لأن الأصل في الفعل هو دام، يبتسم، إذن الألف والتاء لأن الفعل في المجرد إذن بسمة، إذن الألف والتاء، إذن بالنسبة لي هي فقط ديال المضارع، ثم عد هذا فعل مجرد. السؤال الثاني، أحدد الفعل الصحيح والفعل المعتل فيما يأتي. علم، ظن، قال، نوى. إذن الفعل الصحيح عندنا علم وظن، إذن عندنا السالم والمضاعف، والفعل المعتل عندنا قال ونوى. قال هذا فعل أجوف، نوى لفيف مقرون، عندنا الواو والألف، إذن لفيف مقرون. غادي نمر الآن للسؤال الموالي الخاص بالتركيب، أحدد خبر المبتدأ ونوعه في ما يأتي. إذن عندنا جوج ديال الجمل، المرأة تشارك الرجل في عمله، المهاجر طموحه كبير. إذن المرأة بالنسبة للمرأة، إذن مبتدأ، الخبر تشارك الرجل في العمل، إذن تشارك هذا فعل، إذن هذه جملة فعلية، إذن نوع الخبر جملة فعلية. المهاجر طموحه كبير، إذن طموحه كبير جملة اسمية. غادي نمر الآن للإعراب، باتت المرأة المغربية مشهورة. إذن باتت ناسخ فعلي، وتاء التأنيث لا محل لها من الإعراب. المرأة اسم بات مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. المغربية نعت تابع لمن عتي في جمع صفاته وحركاته. مشهورة أو مشهورة عفوا، خبر بات منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. غادي نمر الآن للإملاء. إذن لدينا الكلمات، إذن سنحدد جمعها ثم نبين نوع التاء فيها كما في المثال. إذن طائرة، لاحظ جمعها طائرات، إذن مبسوطة، علاش؟ لأنها جمع مؤنث سالم. إذن وردة، وردات مبسوطة لأنها جمع مؤنث سالم. الراعي، الرعاة مربوطة قبلها ألف، ويصح الوقوف عليها هاء. بالنسبة للسبب ممكن نزيد يصح الوقوف عليها هاء. طفلة، طفلات مبسوطة جمع مؤنث سالم. الساعي، السعاة مربوطة قبلها ألف أو يصح الوقوف عليها هاء. سيارة، سيارات نوع التاء مبسوطة لأنها جمع مؤنث سالم. إذن السؤال الأخير، أضع الهمزة المناسبة في مكان الفارغ أو في المكان الفارغ مع الشكل. إذن أقرأ همزة قطع، أقرأ، أخرج همزة قطع، كذلك إكرام، إذن مصدر رباعي همزة قطع، اجتهد همزة وصل. نمر الآن إلى التعبير الكتابي. إذن السؤال الأول، أكمل كل عبارة أو كل عبارة بما يناسب من النص. إذن لدينا جمل، هاجرت المرأة المغربية من أجلي، إذن سنسمم الجملة من أجل الالتحاق بأسرتها والبحث عن عمل. الجملة الثانية، اشتهرت المرأة المهاجرة بالسياسة والقانون والاقتصاد والثقافة والرياضة. عملت المرأة المهاجرة في، إذن عملت المرأة المهاجرة في البرلمان والوزارة والتلفزيون وإدارة مراكز العلوم. السؤال الموالي، إذن سنوظف الروابط، لا شك أن من المعلوم أن وهناك وحينئذ لقد إن، لتلخيص النص الذي قمنا برؤيته. إذن تلخيص نص المرأة المغربية المهاجرة. إذن بالنسبة للتلخيص الذي أقترحه عليكم هو، لا شك أن المرأة المغربية هاجرت للالتحاق بأسرتها والبحث عن عمل لتحسين ظروف عيشها. من المعلوم أنها ساهمت في دورها إلى جانب الرجل دون أي تمييز، وهناك أصبحت مشهورة في ميادين مختلفة، ولقد تقلدت مناصب مهمة. إذن هذه هم الأجوبة. إلى هنا ينتهي هذا الفيديو، موعدنا يتجدد إن شاء الله مع بقية دروس المرجع دائما على نفس القناة. إلى اللقاء.